ما هو صندوق الاحتياطي العام للدولة؟ هو مؤسسة حكومية أنشئ بموجب مرسوم سلطاني عام 1980، وكان يشرف عليه مجلس الشؤون المالية، وأصبح في عام 2000 مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة السلطة المشرفة عليه، ويتبع مباشرة وزارة المالية التي تشرف على السياسات والقرارات الصادرة من المجلس في شأن استثمار أموال الصندوق أو الصرف منها. وفي عام 2005 صدر مرسوم سلطاني قضى بأن يقوم المجلس بتشكيل لجنة تنفيذية للصندوق وتحديد اختصاصاته بناء على اقتراح الوزير المشرف على وزارة المالية. تتكون موارد الصندوق من أرصدة الحكومة والاستثمارات القابلة للتداول المقومة بالعملات الحرة الفائضة لدى الدولة، والموارد الناشئة عن تجاوز أسعار النفط السعر المفترض خلال فترة الخطة الخمسية المعتمدة، والفوائض التي تنشأ نهاية كل سنة مالية، ومن إيرادات واستثمارات أموال الصندوق. يستفاد من أموال الصندوق في تمويل الموازنة العامة للدولة في السنوات التي تستدعي فيها، وأيضاً في أداء أي مصروفات أو التزامات مالية مترتبة على الصندوق، وتستعمل كذلك في ضمان أي قروض تعقدها الدولة بقرار من مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.